من الميادين نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. الفلسطينيون يتصدون للاعتداءات الإسرائيلية في جنين وبيت لحم والخليل، والاحتلال يرفع التاهب في الضفة خوفا من رد المقاومة على اغتيال الكيلان. الوسيط الأمريكي أموس هوكستين يعلن أن مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب ستجري الخميس المقبل. على وقع استمرار الصراع بين الجماعات المسلحة في ريف حلب، هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث الموالي لتركيا يتبادلان الأسرى في جنديرس جنوب عفرين. لندن وباريس وواشنطن ترفض التحذيرات الروسية من مخطط كييف لاستخدام قنبلة قذرة، وماكرون لا يستبعد السلام وتفاوض روسيا وأوكرانيا. وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يعلن ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء، وبوريس جونسون ينسحب من سباق الترشح لزعامة حزب المحافظين. تبادل للنار بين الكوريتين عند الحدود الشمالية، وسيول تهدد جارتها الشمالية من مغبة تصعيد الأوضاع. أهلا بكم، نستهل النشرة من فلسطين المحتلة، حيث رفع الاحتلال من حال تأهبه خوفا من رد المقاومة الفلسطينية على اعتداءاته ضد الفلسطينيين، ولا سيما بعد اغتياله شهيد تامر الكيلاني بعبوة ناسفة في البلدة القديمة بنابلس. وقد أطلق مقاومون ليل أمس النار باتجاه مستوطنة دوتان المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب جنين، هذا فيما تصدى شبان بالحجارة لاقتحام قوات الاحتلال بلدة زبابدة جنوب جنين. كذلك ألقى شبان زجاجات حارقة باتجاه حافلة ومركبات للمستوطنين على الطريق بين مستوطنة غوش عتصيون والخليل. وتصدى شبان آخرون لقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث نفذت حملة اعتقالات. كما اقتحمت هذه القوات بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وبلدة حسان غرب المدينة. وفي الخليل دهمت قوة من جيش الاحتلال عدة منازل في حي السلايمة القريب من المسجد الإبراهيمي، حيث قام جنوده بالاعتداء بالضرب على مواطنين، وكذلك اعتدوا على شاب فلسطيني في حارة جابر بالخليل. إلى ذلك أشارت صحيفة يدعو تحرنوت إلى أن جيش الاحتلال عزز انتشاره وهو في حالة استنفار على امتداد الضفة، وخصوصا في نابلس وجنين. وقالت إن المؤسسة الأمنية والعسكرية تدرك تهديدات مجموعة عرين الأسود بعد اغتيال الكيلاني. وفيما لم يعترف كيان الاحتلال حتى الآن رسميا بهذا الاغتيال، أكدت وسائل إعلامه الدور الإسرائيلي فيه. وقالت إسرائيل هيوم إنه لا حاجة لأن تكون خبيرا كي تتكهن بمن كانت لديه الإرادة والقدرة على إخراج عملية كهذه إلى حيز التنفيذ. ووصفت الشهيد الكيلاني بأنه كان قنبلة موقوتة، حيث حاولت إسرائيل اعتقاله عدة مرات في الأشهر الأخيرة، كما طلبت من السلطة الفلسطينية العمل ضده، واصفة مجموعة عرين الأسود بأنها أصبحت تهديدا مهما على إسرائيل. مجموعة عرين الأسود كانت قد توعدت الاحتلال الإسرائيلي عقب اغتيال الكيلاني، وهددت عبر قناتها على تيليجرام بحدث أمني قريب، وقالت ويل ثم ويل ثم ويل من حدث أمني قد اقترب، وويل لكم عندما يغرد العرين قبل بزوغ الفجر، وهذا بيان مقتضب.
وكان الفلسطينيون قد شيعوا أمس الشهيد المقاوم تامر الكيلاني في مدينة نابلس، وهو أحد قادة عرين الأسود الذي ارتقى فجرا باعتداء غادر بعد استهدافه بعبوة ناسفة. وقد شاركت جماهير غفيرة بنابلس في تشييع جثمانه. تقدمها والده فيما شارك مقاومون من عرين الأسود في التشييع الذي انطلق من أمام مستشفى رفيديا بنابلس باتجاه ميدان الشهداء. الشهيد تامر الكيلاني الملقب بأبو يامن هو من سكان حي جبل فطاير في نابلس، يبلغ من العمر 33 عاماً، خبر قسوة المعتقلات الإسرائيلية لثماني سنوات قبل أن يصبح أحد قادة مجموعة عرين الأسود. يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف الكثير من العمليات الفدائية، منها إرسال مقاومين لتنفيذ عملية في يافا والتخطيط لتفجير محطة محروقات في مستوطنة كدوميم والتصدي لاقتحامات نابلس. أسست مجموعة عرين الأسود حضوراً فريداً لها على الساحة، شبابها يرتدون زياً موحداً، فوهات بنادقهم تغطيها قطع قماش حمراء لتؤكد أن الرصاص الذي في حوزتهم لا يطلق إلا لهدف محدد هو الاحتلال. نقطة قوة المجموعة أنها لا تنتمي إلى أي فصيل، وأنها جندت العشرات خلال بضعة أشهر. سطع نجمها من البلدة القديمة في نابلس بعد تنفيذها سلسلة عمليات استهدفت جنود الاحتلال. مئات المحبين يلتفون في الواقعين الافتراضي والحقيقي خلف نداءات التضامن التي ترسل عبر قناة تيليجرام التابعة لعرين الأسود التي يشترك فيها أكثر من 200,000 متابع. هذه المجموعة واحدة من مجموعات عديدة خرجت إلى الضوء ومثلت نموذجاً جديداً من العمل السياسي المسلح والشعبي في شمال الضفة الغربية، مثل كتيبة جنين وكتيبة طول كرم وكتيبة طوباس. وللمزيد حول آخر التطورات في فلسطين المحتلة ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، أهلا ومرحبا بك. نبدأ معك من الأوضاع الميدانية لا سيما في جنين ونابلس والقدس. صباح الخير. هلا، تهدف قوات الاحتلال إلى إبقاء عرين الأسود في حالة دفاع وليس هجوم، لذلك هي تقوم بحملات الاعتقال بالتهديد بالانتشار بالتهوية. الانتشار الكبير لقوات الاحتلال والدخول بالآليات العسكرية إلى قرى جنين وإلى حول نابلس المحاصرة، إنما كان يهدف إلى ردع الإرادة القوية والدافقة عند المقاومين للانتقام لاغتيال الشهيد الكيلاني، ومحاولة لمنع إنتاج وإصدار عملية ضد إسرائيل. وبالتالي فعلا شنت حملة اعتقالات، لكن الضفة تقاوم. الضفة في مختلف مناطقها وخصوصا وسط الضفة، يوم أمس كان هناك تظاهرات ورش حجارة وتصدي لقوات الاحتلال. مرة أخرى لم تدخل قوات الاحتلال وألياته أي منطقة فلسطينية إلا وضربت بالحجارة، إلا وواجهها الشبان، وهو رفض مطلق لوجود قوات الاحتلال ورفض شعبي كامل للاجتياحات التي تقوم بها الجيش وحرس الحدود والمستعربين. هناك كثافة في استخدام المستعربين والغدر للمقاومين في محاولة لاصطيادهم. إذا ناصر، كما ذكرت عرين الأسود هددت بالانتقام لاغتيال أحد مقاتليها الشهيد الكيلاني، كيف كانت ردة الفعل الإسرائيلية حيال ذلك؟ ردة الفعل الإسرائيلية واحد، إعلان حالة التأهب داخل المستوطنات والمدن الإسرائيلية. اثنين، جل التأهب العسكري وعلى الجدار على الخط الفاصل خشية انتقال مجموعات فدائية من الضفة الغربية لداخل الخط الأخضر. ثلاث، وهذا مهم، تم نشر القناصة حول نابلس في الجبال وهم غير مرئيين. بحسب التلفزيون الإسرائيلي أكثر القناصة في إسرائيل احترافا تم إرسالهم إلى نابلس ليختبئوا تحت الأشجار وفي بطون الجبال بانتظار سيارات أو مقاتلي عرين الأسود ليتم قتلهم إذا ما خرجوا. على ما يبدو أن خلايا عرين الأسود متنبهة لهذه القضية وأفشلت الخطة الإسرائيلية، لكن القناصة والمستعربين الإسرائيليين
حول المدن بشكل مخفي ومختبئ، هدفهم اغتيال أي مقاوم يظهر أو يحاول إطلاق النار على أهداف إسرائيلية. من بيت لحم كنت معنا مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، كل الشكر لك. شكرا. شدد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عباس زكي على أن اغتيال تامر الكيلاني جزء من مرحلة القتل الميداني التي أعلن الاحتلال الإسرائيلي دخولها. وفي مقابلة مع الميادين قال زكي: إسرائيل بلا شك فوجئت بقدرة هذه الطلائع على هز جيشها. الطراز من الشباب يعني أقلق إسرائيل وهز أمنها، لدرجة أنهم أعلنوا الإسرائيليين بوضوح الاغتيالات بالمسيرات حتى وبكل أشكال تشغيل عملائهم بالمتفجرات إلى آخره، وأيضا أعطى كوخافي أمر بالقتل الميداني، وأي شاب بشوفوه ذو مهابة أو هذا في القدس بيحاولوا يكسروا نفسيته إما بالضرب المبرح إما بالقتل، وبالتالي هذه مرحلة صعبة جدا. زكي قال أن ضعف الأداء القيادي الفلسطيني أدى إلى انفجار شعبي، وما يجري اليوم هو بداية استعادة الهيبة ورد الاعتبار للحالة الفلسطينية. الضعف في الأداء القيادي أدى إلى انفجار شعبي، وصدق ياسر عرفات حينما كان يقول شعب أكبر من قيادته، إذا ما فقد الأمل يصنع معجزات. ونحن هذه عملية الدفاع عن النفس لم يعد، يعني حتى الرئيس أبو مازن قدم أطروحة ومرافعة أمام العالم وصف شو الجريمة الإسرائيلية شو المشهد الفلسطيني، وبالتالي لم يعد أحد يعني قادر على أن يقف مكتوف الأيدي أمام رولات التطرف. المرحلة الآن إسرائيل خرجت من فهم الدولة إلى العصابة. زكي قال أن القادم أكبر من التوقعات وأن الشباب الحالي هو عنوان لمرحلة تجاوزت الروتين المتبع، مشيرا إلى أن تدخل الجزائر هو تدخل الحاضنة الأمينة، فإما أن تصل القيادات إلى استراتيجية جديدة تؤهلها للقيادة وإلا فالكلمة للشعب الفلسطيني. القادم كبير وأكبر بكثير ما نتوقع، هؤلاء الشباب هم عنوان لمرحلة قادمة تجاوزت الروتين والتقليد المتبع، لابد الآن من مفاجآت. إن شاء الله ستكون هذه الجولة هي إقناع العدو بأن هذا الشعب الفلسطيني صعب أن يستسلم لو لوحده، وبالتالي لا، في متغيرات كثير، متغيرات في الإقليم، متغيرات على صعيد دولي، ويجب أن يكون الفلسطيني حاضر الآن ويؤدي كل ما لديه لإقناع العالم أن هذا الشعب يستحق أن يكون عند في يعني في أرض ذات مكانة روحية عالية، مصر محمد وقيمة السيد المسيح. قلق إسرائيلي متنام من المستقبل أمام ما يشهده قادة تل أبيب من فوضى داخلية نتيجة الانقسامات السياسية الحادة وتعدد المواقف، إضافة إلى قضايا الفساد السياسي والأخلاقي والفشل الأمني. من يستمع إلى هواجس القادة الإسرائيليين وتسريباتهم يشعر للحظة بأنها قد تكون آخر انتخابات ممكنة بالشكل الذي اعتادوه من قبل. الصحافة الإسرائيلية وصفت الانتخابات السابقة قبل نحو عامين ونصف بالوسخة، أما هذه المرة فهناك العنف المتصاعد والكراهية والانقسام الحزبي والسياسي، فضلا عن الإثنية والانقسام بين شرقيين وغربيين وبين متدينين وعلمانيين، والذي بلغ حدا خطيرا. رئيس الحكومة يائير لابيد قال إن التهديد الأكبر لإسرائيل هو ما يحصل داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما الفساد والكراهية، وإن التهديدات الخارجية لإسرائيل قوية ولكنها غير وجودية. لم ينجو أي رئيس وزراء إسرائيلي من تهم الفساد، بعضهم أمضى سنوات عديدة في السجن وبعضهم مات قبل محاكمته، ومنهم من أصيب بوصمة العار لكنه يرفض الاستسلام مثل نتنياهو وزوجته سارة.
الفساد كبير ومزمن إذن، ولكن العنف وفق مراقبين أخطر وأقوى، لأنه مجبول بالكراهية التي تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل إسرائيل. قال مكتب إعلام الأسرى أن قوات سجن النقب الصحراوي اقتحمت قسميه 5 و6 وأفرقتهما من الأسرى بدعوى وجود خلل أمني في أرضية السجن. وأفاد المكتب أن قوات السجن أجرت عمليات تفتيش استفزازية بعد إخراج الأسرى من دون السماح لهم بأخذ احتياجاتهم من الملابس، وتركتهم يفترشون الأرض في ظل أجواء باردة. وقد نفت قيادة الأسرى وجود أي نفق في سجن النقب، معتبرة أن إجراءات الاحتلال محاولة لبداية حملة جديدة ضد الأسرى. على خط آخر، أعلن الوسيط الأمريكي أمس هوكستين أن مراسم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال ستجري يوم الخميس المقبل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب يائير لابيد قوله إن الاجتماع الحكومي الذي سيوافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية سيعقد صباح الخميس المقبل. وقالت إن المستوى الذي سيوقع الاتفاق منخفض ويضم المدير العام لوزارة الطاقة من إسرائيل وممثلا عن لبنان، فيما أفاد مراسل الميادين في بيروت بأن لبنان سيتمثل في الناقورة بالمستوى عينه الذي سيتمثل فيه جانب الاحتلال. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد ردت كل الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق البحري مع لبنان، الأمر الذي يمهد الطريق لتوقيعه قريبا ولا سيما في ضوء الاستعجال الإسرائيلي عليه. تقرير هاني فحص. إلى محطته الإسرائيلية الأخيرة انطلق قطار التفاهم على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، تفاهم من المفترض أن يوقع قريبا جدا في ضوء الاستعجال الإسرائيلي عليه وإزالة ما يسمى بمحكمة العدل العليا العقبات القانونية والقضائية من طريقه بعد رفضها بالإجماع كل الالتماسات المقدمة ضده. هناك الكثير من الأمور التي يتوقع أن تحدث الأسبوع المقبل وبالطبع تؤثر على الانتخابات. مراسلتنا جيلي كوهن، أنت هنا للتحدث عن الاتفاق مع لبنان الذي يرجح أن يجري التوقيع عليه هذا الأسبوع. صحيح، من المرجح توقيع الاتفاق إما يوم الخميس أو يوم الجمعة. إذا أجرينا عملية حسابية فإنه بعد ظهر يوم الأربعاء ينتهي تاريخ وضع الاتفاق أمام الكنيسة، ولذلك بشكل عام يمكن التوقيع على الاتفاق فقط يوم الخميس أو الجمعة المقبلين. قرار المحكمة الذي كان متوقعاً سرعان ما أدخل في البزار الانتخابي الداخلي وأجج السجال الداخلي حول الاتفاق والمحكمة العليا. وفيما هلل مؤيدو الاتفاق لقرار المحكمة ووصفوه بالجيد لإسرائيل، جدد المعارضون هجومهم على الاتفاق السيء والمخزي من وجهة نظرهم، وانتقدوا المحكمة العليا التي شرعنت برأيهم اتفاق الاستسلام لحزب الله. وفي خضم هذا السجال رأى خبراء أن الاتفاق من وجهة نظر استراتيجية ليس جيدا، لأن تنازل إسرائيل عن كامل مطالبها الإقليمية يكسر مبدأ مهما، وأوضحوا أن التنازل المطلق للبنان يجسد الخوف من المواجهة مع حزب الله، وهو خوف لا يعزز برأيهم الردع الإسرائيلي إزاء الحزب، بل على العكس تماما فإنه يضعفه. في شأن لبناني آخر، يعقد البرلمان اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وسط استمرار الانقسام بين الكتل النيابية، الجلسة الرابعة المقررة اليوم لا يبدو أنها ستحمل جديدا في ظل استمرار عدم التوافق على مرشح للرئاسة مع دخول المهلة الدستورية أسبوعها الأخير. وللمزيد انضم إلينا من بيروت تحديدا من أمام البرلمان مراسل الميادين عباس الصباغ. عباس، أهلا ومرحبا بك. إذن كيف تبدو أجواء جلسة اليوم وهل من متغيرات عن الجلسات السابقة؟
نعم، صباح الخير لك ألاء ولمشاهدي الميادين الكرام. بطبيعة الحال يعني هذه الجلسة كما أسلفت هي الرابعة للمخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل، أي بعد أسبوعين بالتمام. ولكن هذا السيناريو المتوقع اليوم لن يكون مغايرا عن الجلسات المقبلة. لا توافق بين الكتل النيابية الأساسية، وليس هناك من تحالف يستطيع تأمين النصاب الدستوري أي 86 نائبا والاحتفاظ هذا النصاب للدورة الثانية في الجلسة عينها. وبالتالي طالما أن لا توافق سنكون أمام سيناريو مكرر. وفقط للاستيضاح معي النائب قاسم هاشم. أستاذ قاسم، يعني اليوم السيناريو على ما يبدو هو مماثل للجلسات الثلاثة السابقة، ولماذا لم تفتح يعني قنوات الحوار مع الكتل الأخرى من أجل التوصل إلى مرشح توافق؟ طبعا موضوع التواصل، لكن هنالك من هو مصر على الاستمرار بهذا النحو من الجلسات وعلى ان يستمر بآلية الترشيح التي اعتمدها بعيدا على التوافق والتفاهم، علما اننا نحن مقتنعون انه لا يمكن الوصول الى رئيس الجمهورية دون توافق. هذه طبيعة البلد وهذه تركيبة البلد وهذه مصلحة البلد في هذا الظرف الاستثنائي. فأي إصرار على استمرار في المواجهة والتحدي يأخذ البلد لمغامرة نحن نتصدى لها من خلال أي آلية نعتمدها، لأننا نرى فيها طريقا للتوافق وحسم الجميع لتسريع الخطى نحو التكامل من أجل الوصول للمساحة المشتركة بين كل الكتل والقوى السياسية. شكرا لك الاستاذ قاسم هاشم، عضو كتله التنميه والتحرير. بطبيعه الحال يعني نحن يعني في هذه الاثناء يعني يتوافد النواب هذا النصاب القانوني سيتامن في الدوره الاولى لكن لن يبقى للدوره الثانيه، وبالتالي يعني سنقوم امام سيناريو مكرر. وهناك طبعا تحضير لدعوه للحوار الوطني سيطلقها الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان بعد انتهاء ولايه الرئيس ميشيل عون. نعم ألا. نعم، بالحديث عن انتهاء ولايه الرئيس عون، يعني هناك عده استحقاقات يشهدها لبنان هذا الأسبوع، ومنها ملف ترسيم الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، الحدود البحرية تحديدا. ما المتوقع في هذا المسار؟ نعم لا، يعني هذا الأسبوع هناك الكثير من المحطات البارزة لبنانيا، يعني تبدأ بزيارة أولا وفد لبناني إلى سوريا لترسيم أو الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا. طبعا الأمر ليس معقدا، نتحدث عن دولتين جارتين وصديقتين. أما الاستحقاق الثاني فهو زيارة آموس هوكستين الوسيط الأمريكي إلى بيروت يوم الأربعاء ولقائه الرئيس ميشيل عون الخميس ليسلمه النسخة النهائية الموقعة منه أي من الولايات المتحدة، ومن ثم سيوفد الرئيس ميشيل عون مفوضا من قبله ومن قبل رئيس الحكومة إلى الناقورة للتوقيع. طبعا مستوى التمثيل كما أسلفت سيكون من الجانب اللبناني كما هو من الجانب الإسرائيلي. أما الاستحقاق الأخير فهو انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون ومغادرته قصر بعبدة يوم الأحد باحتفال شعبي ينظمه التيار الوطني الحر، إضافة إلى الاستحقاق الذي لا يزال هناك بعض يعني الأمل إن صح التعبير لإنجازه وهو تأليف الحكومة، علما بأن كل يعني الأمور تشي بأن هذا الملف قد يصل إلى حائط مسدود، لأن هناك مهلة قصيرة جدا ما بين يعني الاتفاق على تأليف حكومة وانتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، وبالتالي لا يستطيع توقيع المرسيم. طبعا في لبنان هذا الأسبوع محطات كثيرة، الأنظار شاخصة طبعا للاتفاق غير المباشر بين لبنان لترسيم حدوده الجنوبية البحرية مع فلسطين المحتلة، وأيضا كيف سيتصرف من يعارض أن تنتقل صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي إذا لم تؤدي الجهود إلى تأليف حكومة جديدة. نعم ألا. مراسلنا عباس الصباغ كنت معنا من أمام مبنى البرلمان في بيروت، كل الشكر لك. ونبقى مشاهدينا في لبنان، حيث نفذت في مدينة صيدا جنوب البلاد وقفة تضامنية مع المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية المناضل جورج عبد الله، وذلك بدعوة من القيادة المشتركة للحزب الديمقراطي الشعبي وحزب العمل الاشتراكي العربي. وقد شارك في الوقفة حشد من المتضامنين ومؤهلون عن الأحزاب الوطنية اللبنانية وشخصيات داعمة للمقاومة. المشاركون نصبوا قفصا كبيرا يجسد السجن الفرنسي، وقد دعت الكلمة إلى التحرك الفوري للإفراج عن المناضل عبد الله الذي يدخل عامه 39 في السجون الفرنسية. نطالب السلطات الفرنسية أن تمتلك الشجاعة وتتحرر من الهيمنة الأمريكية على قراراتها السيادية
وتبادر إلى الإفراج عنه. طبعا نفهموا أن جورج ليس ابن الطائفة ولا المذهب ولا القبيلة، وليس ابن البيك أو الزعيم، إنه ابن هذا الشعب على مساحة الوطني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، الذي قدم التضحيات دفاعا عن وحدته وعروبته، وابن فلسطين بشعبها وفدائيها وشهدائها وحركتها الأسيرة. هذا التحرير الذي حصل في الجنوب لم يكن لولا جورج وأمثاله، وتحرير فلسطين لن يكون لولا جورج وأمثاله. في سوريا أيضا أو في سوريا تظاهر آلاف الكرد في محافظة الحسكة ضد القصف التركي في مناطق الشمال. المحتجون احتشدوا في ضواحي محافظة الحسكة منددين بالاعتداءات التركية في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد. على خط موازن وبالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في ريف حلب، نفذ كل من هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث اتفاق تبادل الأسرى بين الفصيلين في مدينة جنديرس جنوب عفرين. يأتي ذلك فيما تشهد مناطق الجماعات المسلحة عملية تجييش للشارع خدمة لمصالح الفصائل المسلحة بما يدعمها في صراعاتها، وبحثا عن تحقيق مكاسب مالية ولضمان استمرار نفوذها وسيطرتها. رضا الباشا والتفاصيل. بعد 11 عاما تعود شعارات رفعت في بداية الحرب السورية لتتصدر المشهد. توظف اليوم خدمة لانقسامات إخوة الجهاد، تلعن كل طائفة أختها، من إدلب إلى عزاز. ولا يخدعنكم البغاة أنهم يريدون وحدة الكلمة، فهذه قيادة مجرمة بكل ما تعني الكلمة من معنى. في المقلب الآخر رفع أنصار الجولاني في إدلب شعارات توحيد الجغرافيا بحثا عن إمارة يريدون حدودها من البحر المتوسط إلى الفرات. صوت المشروع الواحد من الساحل السوري حتى نهر الفرات. أنا تعلم يا جولاني. شعارات وبيانات وظفت في خدمتها المرأة وخصوصيتها في المنطقة، ولعبت فيها العشائر دور المحرك إلى جانب استخدام الدين وسيلة وأداة للتكفير والتمجيد. إننا وبصفاتنا الشخصية والاعتبارية في الشمال السوري المحرر نرفض أي تدخل لهيئة تحرير الشام تحت أي ذريعة أو مبرر. مشهد انقسام الشارع يعكس عمق الشرخ في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة شمال غرب سوريا، في منطقة تبحث فيها كل فئة عن مكاسبها المالية ومصادر تمويلها. رضا الباشا، حلب، الميادين. ومن حلب ينضم إلينا مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، أهلا بك، ونسألك عن آخر تطورات اقتتال الفصائل المسلحة شمال سوريا. نعم، فعلا ما يزال تجيش الشارع هو الذي يحكم في هذه المنطقة بشكل كبير جدا، دعايات ودعايات أيضا مضادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لكل من الجهتين، سواء الجبهة الشامية من جهة أو هيئة تحرير الشام من جهة ثانية. اللافت في الأمر بأن كلا الطرفين مصر على أنه ما يزال يتمسك بالأرض التي يتواجد فيها. الفيلق الثالث من جهته اتخذ إجراءات على الأرض لمنع دخول المحروقات إلى مدينة عفرين التي ما تزال إلى الآن تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، على الرغم من أن وسائل التواصل التابعة للفيلق الثالث تقول بأن أي تحرير الشام بدأت تسليم هذه المنطقة والوصول من هذه المنطقة بناء على طلب تركيا منها، ونشرت العديد من الفيديوهات التي تشير إلى خروج عدة أفراد لهيئة تحرير الشام من مدينة عفرين وتسليم مقرها لهيئة لفارقة الحمزات من جهة أو أحرار الشام من جهة ثانية. ولكن بطبيعة الحال ما يزال واقع الفلتان الأمني في منطقة درعا الفرات حاكما، يظل أيضا اقتتال العشائر في هذه المنطقة، لا تزال عفرين تحت سيطرة هيئة تحرير الشام سواء بشكل مباشر أو عبر الفصائل المتحالفة معها، وما يزال الفيلق الثالث مصر على رفع رسوم المحروقات التي ستذهب إلى مدينة عفرين نظرا لأنها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام أو التي
ستذهب إلى إدلب ووفق الرسوم التي كانت سابقا، مما يرجح عودة الصراع بين هذه الفصائل خاصة في ظل اتساع تجيش الشارع أو تجيش الشارع من كلا الطرفين من أجل كسب الشرعية لما يقوم به من أعمال على الأرض. شكرا جزيلا لك رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا من حلب. مشاهدينا النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن ولندن تحذران من هجوم إرهابي محتمل في العاصمة النيجيرية. مشاهدينا من جديد أهلا بكم، ونستأنف النشرة من آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي. رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التحذيرات الروسية من أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة، ووصفت هذه التحذيرات بأنها ذريعة للتصعيد بعد محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وجددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك مع الحكومتين البريطانية والفرنسية تأكيد مواصلة الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا في مواجهة ما سمته العدوان الروسي المستمر. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اعتبرت الخارجية الأمريكية أنها مثلت فرصة جيدة للتواصل بين البلدين. بالتوازي حذر شويغو خلال محادثات هاتفية مماثلة مع نظرائه البريطاني والفرنسي والتركي من تدهور الوضع في أوكرانيا، وأكد مخاوف موسكو بشأن استفزازات محتملة من الجانب الأوكراني باستخدام قنبلة قذرة. في المقابل جدد الرئيس الأوكراني مزاعم نظامه بأن روسيا تسعى لاستخدام قنبلة قذرة ضد بلاده. عندما يجري وزير الدفاع الروسي اتصالات هاتفية ويتحدث عن قنبلة قذرة، فإن الجميع يفهم ماذا يعني ويعرفون مصدر القنبلة القذرة في هذه الحرب، هي روسيا التي بدأت الابتزاز النووي في زاباروجيا. إذا كان بإمكان شخص ما استخدام الأسلحة النووية في هذا الجزء من أوروبا، فهو مصدر واحد فقط، وهذا المصدر هو الذي أمر الرفيق شويغو بالاتصال هاتفيا هنا أو هناك. إذا اتصلت روسيا وقالت إن أوكرانيا تجهز شيئا ما، فهذا يعني شيئا واحدا فقط. لقد أعدت روسيا بالفعل كل هذا. أعتقد أنه يجب على العالم الآن أن يتصرف بأقصى ما يمكن. إذا أعدت روسيا خطوة تصعيدية أخرى، فعليها أن تعرف أن العالم لن يبتلعها الآن. على خط موازن، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن اعتقال بعض أنصار تنظيم داعش في مدينة بيتياتوغورسك بإقليم سترافوربول الروسي بتهمة الإعداد لتفجيرات في قسم الشرطة بالمدينة. من جهة أخرى يواصل أسطول البحر الأسود الروسي مهامه في العملية العسكرية الروسية، ولا سيما في محاصرة الموانئ الأوكرانية وضرب أهداف عسكرية في مسرح العمليات. مفاد الميادين إلى منطقة العمليات العسكرية سلام العبيدي تفقد قاعدة الأسطول في سيفاستوبول وعاد بهذا الإيجاز. أسطول البحر الأسود الروسي يسهم بقسط كبير في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. سفن الأسطول تقوم بمحاصرة الموانئ الأوكرانية، كما تنفذ القصف بصواريخ كاليبر وتسركون على أهداف عسكرية في أوكرانيا. بعد غرق البارجة موسكفا وكذلك تعرض مقر قيادة الأسطول وسفن الأسطول إلى هجمات بالمسيرات، تم إخراج الجزء الأكبر من سفن أسطول البحر الأسود سواء كان إلى عرض البحر بعيدا عن القاعدة أو إلى قواعد إضافية أخرى على سبيل المثال في نوفوروسيسك، وذلك للحفاظ على سلامة هذه السفن. ومع ذلك تسهم هذه السفن في العملية العسكرية بشكل فعال ولها حضور مميز في بعض هذه العمليات، خاصة في الأيام الأخيرة عندما
تم قصف أهداف للطاقة في أوكرانيا بكثافة نارية عالية، حيث استخدمت بكثافة كبيرة الصواريخ التي أطلقت من هذه السفن من عرض البحر الأسود وطبعا من مناطق أخرى. في كل الأحوال يبقى لأسطول البحر الأسود دور أساسي سواء كان في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو في تأمين منطقة حوض البحر الأسود من أي اعتداءات لحلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة، وخاصة بعد أن أرسلت الولايات المتحدة يعني تعزيزات عسكرية إلى دول حوض البحر الأسود ومنها رومانيا وبلغاريا. سلام العبيدي من أمام قاعدة سيفاستوبل لأسطول البحر الأسود الروسي الميادين. في المقابل وصلت أول قافلة من ناقلات الجند المدرعة الفرنسية إلى رومانيا عبر معبر ندلاك الحدودي، وذلك بهدف تعزيز التواجد العسكري الفرنسي في البلاد في إطار المجموعة القتالية لحلف الناتو المرابطة في مدينة تشينكو. وقالت وسائل إعلام رومانية إن الجنود الفرنسيين سيشاركون في تدريبات مشتركة مع العسكريين الرومانيين والهولنديين في تشينكو ومناطق رومانية أخرى. في غضون ذلك اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلام ممكن في أوكرانيا حين يقرره الأوكرانيون، وشدد خلال افتتاح قمة عن السلام في العاصمة الإيطالية روما على وجوب عدم ترك السلام بشكل ما في أيدي السلطة الروسية. السلام ممكن، وهو أمر سيقرره الأوكرانيون عندما يريدون ذلك، وسيحترم حقهم كشعب ذي سيادة. علينا ألا نترك السلام اليوم بشكل ما في أيدي السلطة الروسية. لا يمكن أن يكون السلام تكريسا لقانون الأقوى، ولا أن يكرس وقف إطلاق النار هذه الحالة. ماكرون وخلال زيارته لإيطاليا التقى رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني التي استقبلته في روما بعد ساعات على تنصيبها، وقد وعدها بالعمل معها بحوار وطموح. وقال ماكرون في تغريدة له أنه يجب مواصلة العمل كأوروبيين في البلدان المجاورة وكشعوب صديقة، وأضاف: نحن ننجح معا بالحوار والطموح الذي ندين به لشبابنا وشعوبنا. لافتا إلى أن الاجتماع الأول في روما مع ميلوني يذهب في هذا الاتجاه. من جهتها قالت الوزيرة السابقة والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في فرنسا سيغولين رويال إن الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من الحرب في أوكرانيا. موقفها جاء خلال مقابلة لها مع قناة إسرائيلية. بمجرد أن تختلف قليلا مع الخطاب الرسمي لأصدقائنا الأمريكيين فأنت تعد تلقائيا معاديا لأمريكا. لقد فقدت أوروبا موقفها الحيادي وفرنسا لم تبني دفاعها الخاص، لذا فهي ملزمة الانحياز إلى أمريكا والناتو. لو بنت أوروبا دفاعها الخاص لكان من الممكن أن تظل على هذا الخط من عدم الانحياز الذي كان الخط الفرنسي قائما عليه منذ الجنرال دوغول، بالإضافة إلى حرية التعبير. فهذا المبدأ كان من الممكن أن يجبر روسيا على البقاء خلف حدودها في إطار اتفاقية مينسك، لكن كان على فرنسا أن تنحاز إلى الولايات المتحدة وهي أصلا المستفيد الأول من هذه الحرب. وفي السياق ذاته اتهم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بروكسل باستهداف بلاده عبر سلسلة عقوباتها على روسيا، وفي خطاب ألقاه في غربي البلاد لمناسبة اليوم الوطني الذي يحيي ذكرى انتفاضة المجر ضد الاتحاد السوفيتي. توقع أوربان أن يلقى الاتحاد الأوروبي مصيرا مماثلا للاتحاد السوفيتي. بما أن لدى المجر حكومة وطنية فقد خرجنا أقوى من كل أزمة مما دخلنا فيها. سنحافظ على الاستقرار الاقتصادي وسندافع عن مخطط الحدود القصوى لفواتير الطاقة. هناك حرب في الجوار وأزمة اقتصادية وركود في الاتحاد الأوروبي وهجرة في الجنوب وحرب في الشرق وأزمة اقتصادية في الغرب. هذا ما يجب علينا مواجهته. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر أوكراني وصفته برفيع المستوى قوله أن إسرائيل تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية ضرورية لضرب مسيرات إيرانية ترسل إلى أوكرانيا بواسطة روسيا. وبحسب الصحيفة فإن المصدر أشار إلى أنه بعد هجمات المسيرات على كييف توجه وزير الخارجية الأوكراني إلى تل أبيب لطلب الحصول على سلاح للدفاع الجوي، لكن طلبه رفض من قبل غانتس.
بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي بهدف التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال المراحل المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. خالد أبو عرب والتفاصيل. أهمية كبيرة توليها مصر للمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة في ظل أزمة اقتصادية حقيقية تعاني منها البلاد كبقية الدول التي طالتها تداعيات أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية. الحكومة المصرية تبحث من خلال هذا المؤتمر عن حلول عاجلة للأزمة، مع التركيز على الأسباب الداخلية لها والخروج بمشاريع قوانين تذلل العقبات أمام مشاركة القطاع الخاص، إذ تعول عليه الدولة للمساهمة في عملية الاستثمار. إن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم، وأصبح تداخل الأزمات وتشابكها يمثل حالة من الإحباط واليأس لدى الغالبية، وليس في الإمكان أحسن مما كان. إحنا نقدر نلخص أزمتنا في مصر في مجموعتين من التحديات. تحديات فرضتها علينا الأزمة العالمية، السيولة النقدية الأجنبية، التضخم وارتفاع مستويات الأسعار، زيادة حجم المديونية وبالذات الدين الخارجي، ونقص مستلزمات الإنتاج. دول اللي بنقدر نقول عليهم الفوكس اللي عايزينه للخروج من الأزمة على المدى القصير. في ظل ارتفاع الأسعار ولا سيما بعض السلع الغذائية الأساسية التي كانت آخرها الدواجن والبيض، إلى جانب التضخم وارتفاع سعر الصرف، يرى خبراء الاقتصاد ضرورة أن يحمل المؤتمر شعارا ثلاثيا يتضمن التركيز على الزراعة والتصنيع والتصدير، فضلا عن الخروج بتوصيات عاجلة لكبح جماح الأزمة على المديين القريب والبعيد. الأزمة الحالية هي أزمة غذاء وطاقة. طبعا مصر الحمد لله بتوفر عندها الحاصلات الزراعية ومهتمية جدا بالجانب الزراعي في الوقت الحالي، هو المفروض بس يتم تطوير هذا الجانب ويلحق به صناعات غذائية مرتبطة بالإنتاج الزراعي عشان تعظيم القدرة على الاستفادة من كل الموارد والقدرة ورفع القدرة التصديرية سواء لمنطقة أوروبا أو للمناطق الأخرى الأكثر احتياجا. إلى جانب مشاركة نخبة واسعة من المفكرين وخبراء الاقتصاد والجهات المعنية المختلفة، شارك في المؤتمر أعضاء الحوار الوطني لتأكيد تكامل الحوار المنتظر مع أهداف المؤتمر الاقتصادي. آمال كبيرة لدى الشارع المصري بخروج المؤتمر الاقتصادي بتوصيات عاجلة ونتائج ملموسة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون انسحابه من المنافسة على زعامة حزب المحافظين. إلى ذلك قدم وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك ترشحه لرئاسة الوزراء عشية إغلاق باب المشاركة في الانتخابات داخل حزب المحافظين. وقال في تغريدة على تويتر إن المملكة المتحدة بلد عظيم لكنها تواجه أزمة اقتصادية عميقة، وأضاف أنه لهذا السبب ترشح ليكون زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء المقبل، مشددا على أنه يريد إصلاح الاقتصاد البريطاني وتوحيد حزب المحافظين. من جهته انسحب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من المنافسة على زعامة حزب المحافظين، وجونسون أكد أنه رغم الفرصة الجيدة لفوزه في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين إلا أنه استنتج بأنها خطوة يجب ألا تحصل، وقال أنه لا يمكن الحكم من دون حزب موحد في البرلمان. أعلنت كوريا الشمالية أنها ردت على إطلاق نار من طرف جارتها الجنوبية بإطلاق نار من قاذفات للقنابل. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ أطلقت 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي ردا على طلقات تحذيرية لكوريا الجنوبية على زورق عبر الحدود البحرية للكوريتين. وفي وقت سابق قال جيش كوريا الجنوبية أنه أطلق طلقات تحذيرية بعدما عبرت سفينة كورية شمالية الحدود البحرية بين البلدين. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قالت من جهتها أنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي.
عبرت سفينة تجارية كورية شمالية خط الحدود الشمالي وأطلقنا طلقات تحذيرية لحثها على المغادرة. إن إطلاق كوريا الشمالية لقذائف المدفعية ضد المناورات العادية لجيشنا واقتحام السفينة التجارية للمنطقة هو انتهاك لاتفاقية 19 من سبتمبر العسكرية الثنائية وهو استفزاز. ندعو كوريا الشمالية مجددا إلى الكف فورا عن الاستفزازات التي تضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي. انتخبت اللجنة المركزية في جلستها الأولى الرئيس شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني. شي دعا إلى العمل مع شعوب البلدان كافة لتعزيز القيم المشتركة للسلام والتنمية. تفاصيل أكثر مع مفدى الميادين إلى بكين مهدي ديراني. بخطة وخطوات ثابتة يدخل الرئيس الصيني شي جي بينغ ولايته الثالثة كأمين عام للحزب الشيوعي الصيني، فرغم كل محاولات الغرب للإيحاء بأن نفسا معارضا ينمو داخل الحزب، ها هم مندوبوه يجددون العهد لشي جي بينغ. في خطابه الأول بعيد انتخابه دعا شي إلى العمل مع شعوب البلدان كافة لتعزيز القيم المشتركة للسلام والتنمية، مؤكدا أن المؤتمر الوطني 20 هو مؤتمر لتجميع القوة وتعزيز التضامن. لا يمكن فصل تنمية الصين عن العالم، وتنمية العالم بحاجة إلى الصين أيضا. بعد أكثر من 40 عاما من الجهود والانفتاح حققنا معجزتين في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل الأمد. سنعمل بثبات على تعميق الإصلاح والانفتاح بطريقة شاملة. المرحلة الجديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة يستكمل خطواتها شي بعد أن بدأت منذ أكثر من 7 عقود إلى جانب أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب. أعتقد أن هذه الخطوة مهمة جدا لاستكمال التنمية في الصين وفي خارجها، والرئيس تشي حظي بولاية ثالثة. قرارات حازمة واستراتيجية لمواجهة الاستفزازات الغربية ولا سيما الأمريكية، إلى جانب مد يد التعاون إلى الدول الصديقة والتركيز على تدعيم الداخل وبناه التحتية، هي بلا شك التي مكنت الرئيس شي من تعزيز مكانته كأقوى الحكام الصينيين منذ عهد الزعيم المؤسس ماو تي تونغ. إلى ولاية ثالثة قالها أعضاء الحزب الشيوعي الصيني مجددين الولاء لشي جي بينغ وأفكاره واستراتيجيته. ماذا عن استكمال ما بدأه من تقارب مع دول ومع مواجهة استفزازات أخرى؟ مهدي ديراني، بكين، الميادين. حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا من احتمال هجوم إرهابي في العاصمة النيجيرية أبوجا يستهدف على نحو خاص المباني الحكومية ودور العبادة والمدارس وغيرها. وقالت السفارة الأمريكية في نيجيريا إن ثمة احتمالا متزايدا بوقوع هجمات إرهابية في نيجيريا وتحديدا في أبوجا، مضيفة أن مراكز التسوق ومنشآت إنفاذ القانون ومقر المنظمات الدولية من الأماكن المعرضة للخطر، ونبهت المواطنين إلى أنها ستقلص خدماتها حتى إشعار آخر. وفي ختام النشرة، لا أشجار لا حياة هي الحكمة التي يمارس على وقعها العراقي يحيى شاكر الرحيم هوايته وشغفه بالزراعة. تراه في شوارع بغداد يزرع شتلات الشجر ويرويها بانتظام، معترضا على حلول الأبنية والمولات محل الأشجار التي يدأب على زرعها منذ الثمانينات بالقرب من المدارس والمستشفيات وغيرها. الزول الولد يبسطون هنا الله يعطيهم العافية. إذا ماكو شجر يعني ماكو أكسجين، ماكو حياة. الشجرة تأخذ ثاني أكسيد الكربون تعطيك أكسجين من قدرة الله. بهذا نصل إلى ختام النشرة. لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية. شكرا لطيب المتابعة ودائما بحفظ الله ورعايته.